مشروع التشغيل والإعاقة من أجل تحسيس المؤسسات حول الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. رغم اللي فما برشا أفكار مسبقة على مردودية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، إلا أن الواقع يأكد اللي اندماجهم في المؤسسة سهل وزيد فيه برشا إيجابيات للمشغل. أولاً، تأكد على مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعاون على تطوير العقليات وتحمي ضد التمييز، وهكا تتميز على المؤسسات الأخرى بقيم ومبادئ راقية وتعطي صورة لامعة لمؤسستك. من ناحية ثانية، يتحسن مستوى التنظيم وأساليب العمل، والأشخاص ذو الإعاقة ديما يكونوا متحمسين وحارسين باش يتفوقوا. من غير ما ننساو اللي مؤسستك تتمتع بالإعفاء من مساهمة الأعراف في نظام القانون للضمان الاجتماعي وفي صندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية والمعلوم على التكوين المهني. مشروع التشغيل والإعاقة ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس بالشراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة بتونس والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والفيدرالية التونسية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.